عشر من الشهر الرابع لعام 2017. وقفنا على باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهو قد اعتنى بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام، إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله. الله أكبر. ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة بالخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر، مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المسجد. وفي الصحيحين وغيرهما: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. ووجه كونها تستأذن الزوجة في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح، فلا تترك الواجب لأجل مباح. فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه. نعم. يعني الأصل القائم عند الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة ما تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. فذاك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني لو كانت المرأة تخرج من غير إذن لما كان من المناسب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن معنى هذا أنها تستأذن، فلذلك تأخذ الإذن ليأذن أو لا يأذن. فإذا كان لا يلحقه ضرر فالأولى أن يأذن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني إذا كان في ضرر في ذهابه المسجد، كان مثلا يكون على حسابه مالي أولادها، أو الطريق غير مأمون، أو لسبب معقول، فمن حقه حينئذ أن يمنع. إذا ما كان في سبب فالأصل لا يمنع. أقل شيء يكره في حق الزوج أن يمنع زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله. طبعا صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن قد تتأتى بعض الأمور في ذهابها إلى المسجد، يعني يحصل لها من الخشوع من المشي إلى المسجد. مثلا إذا كان مثلا تذهب إلى الحرم في فترة مثلا زيارة البيت الحرام في عمرة، فهذا يتضاعف الأجر، والجماعة كلما كثرت زاد الأجر، ويحصل لها من سماع القرآن ويحصل لها من الخشوع. يعني في أشياء تابعة لذهابها للصلاة تستفيد منها، تصلي على جنازة مع إمام الحرم. فلهذه الأمور جاز لها أن تصلي في المسجد، وإلا الأصل أن صلاتها في بيتها خير كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، أي غير متعطرات أي غير متطيبات. وإنما أمرن بذلك لئلا يفتن الرجال بطيبهن ويصرف أنظارهن إليهن، فيحصل بذلك الافتتان بهن. إذا كان هذا الخروج للمسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج أو أن يخرجن النساء تفيلات، يعني من غير متطيبات، مع أن مكان للعبادة وفي المسجد المصلون والصلاة تنهى الفحشاء المنكر، ومع ذلك جاء هذا. فكيف إذا تعطرت المرأة ومرت على من هب ودب من أهل البدع، من الفساق، من الفجار في الوظائف في الأسواق،
هذا فتنة عظيمة. فذاك يستدل بمثل هذا الحديث على أن الأولى يعني تحريم خروج المرأة غير متعطرة، هذا أولى إذا كان يحرم عليها أن تخرج متعطرة إلى المسجد، فكيف بخروجها إلى غير المسجد؟ فالذي ينظر في حال المسلمين اليوم يجد الفرق الكبير بين ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما وجه إليه وبين حال المسلمين اليوم. المرأة لا يجوز لها أن تخرج مستعطرة لتمر بقوم حتى يجد ريحها، إذا فعلت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي كذا وكذا، وفي حديث قال فهي زانية، يعني أن هذا يؤدي للزنا وهذا من جنس الزنا، وليس معنى ذلك أنه يقام عليها حد الزنا، كلا، وإنما هذه الأفعال إما المراد تؤدي للزنا أو أنها من جنس الزنا أو تثير الفتنة، فيحرم على المرأة أن تستعطر وتخرج إلى رجال إلى قوم متمر بهم ليجد ريحها. فإذا كان المسجد لا يجوز أن تتطيب له، فكيف بغير المسجد؟ نعم. ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك ووجب منعها من الخروج. وفي صحيح مسلم وغيره أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد، هذا ليس له مفهوم مخالفة، يعني فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة ليس معنا يحق لها أن تشهد غير العشاء، ولكن لعل لسبب ما قد يكون البخور كان يوضع قبيل العشاء في العادة فقال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم أو لشيء آخر، لكن العلة علة النهي للمرأة خروجها مستعطرة حتى لا تحصل فتنة، وهذا يحصل سواء خرجت لصلاة العشاء الآخرة أو لغيرها. نعم. ولعل لو وقفنا على شرح هذا الحديث نجد يعني بعض التعليلات لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بالذات قال إيش فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. نعم. قال وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. الله مستعان. إلى أن قال يجب عليه منعهن متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب واسعة الرقاب، ومنعهن من حديث الرجال أي التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. انتهى كلامه. الله المستعان. نعم كمل. فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والابتعاد عن مخالطة الرجال أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقاؤها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبيوتهن خير لهن. وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد ابتعادا عن الفتنة وتغليبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر. أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام ولم تجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينة والطيب للخروج، فخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة والدفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت، وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى أن تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة. وإن وجد اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم
الغرب، فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلبها كرامتها. فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية. وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذى حذوها من ويلات وتورطت فيه من واقع مؤلم تئن له مجتمعاتهم، وليكن لنا فيهم عبرة تستعيذ من وعظ بغيره. وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم إن نصف المجتمع معطل عن العمل، وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فيه جنبا إلى جنب. ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة لا يقوم بها غيرها تناسب خلقتها وتتمشى مع فطرتها، فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها، وهي الأم والحامل والمرضع، وهي المربية للأولاد، وهي القائمة بعمل البيت. فلو أنها خرجت من البيت وشاركت الرجال في أعمالهم، من الذي سيقوم بهذه الأعمال؟ إنها ستتعطل ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني، فماذا يغنيه النصف الباقي؟ سيختل بنيانه وتتداعى أركانه. إننا نقول لهؤلاء الدعاة توبوا إلى رشدكم ولا تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كونوا دعاة بناء ولا تكونوا دعاة هدم. أيتها المرأة المسلمة، تمسكي بتعاليم دينك ولا تغرنك دعايات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بوأك منزلتها دين الإسلام وليس غير الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. اللهم استعان. اللهم آمين. كثير من المجتمعات يشتكون من ماذا؟ من البطالة، ولا لا؟ كل المجتمعات البطالة. تصوروا لأن الوظائف تركت للرجال كما توجد بطالة، أكثر وظائف اليوم للنساء الأكثرية، حتى الوظائف التي هي غير خاصة بالنساء. يعني قد يقول قائل من يعلم البنات، من يطبب النساء، طيب في وظائف كثيرة حتى عسكرية اليوم جعلوها للنساء وهي وظائف رجالية بحت. فلا شك أن التوسع في إخراج المرأة وتوظيفها والعمل هذا من أسباب البطالة التي يشتكي منها كثير من العالم. ناهيك عن المنكرات التي تقع، أعظم فتنة النساء في حق الرجال، ما تركت بعدي فتنة ضرع الرجال من النساء. فالخلوة بالنساء، سفر المرأة من غير محرم، الخضوع بالقول، التبرج، السفور، مصافحة النساء، أشياء كثيرة هذه كلها تثير المنكرات والفواحش. ثم يقول بعد ذلك لماذا هذه المنكرات، ولماذا ينحبس القطر، ولماذا تكثر البطالة، ولماذا تكثر الجرائم؟ من المخالفة. الله عز وجل يقول في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. والله يقول في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالناس لما عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقعت هذه الفتن، وهذا يعني البطالة وغلاء الأسعار والتفكك الأسري. المرأة إذا خدمت زوجها وربت أولادها تكون أعز وأحب إلى زوجها، كما أن الزوج يكون أحب إلى الزوجة إذا وجدت أنه ولي نعمتها بعد الله عز وجل، هو الذي ينفق عليها. الله يقول في كتابه لينفق ذو سعة من سعته، الرجل ينفق، ويقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم. إذا كانت مرأة هي تنفق على الزوج هذا يضعف من حب المرأة للزوج، يعني ما فضله عليها. إذا كانت هي تنفق على البيت أكثر ما ينفق، بل ربما هي التي تشتري له سيارة أو تدفع الأجار أو تتكفل بالخادمة. فلذلك أنا نصح كل شاب لا يقترب إلى مال المرأة لو كان راتبها ضعف راتبك، لا تأخذ منها شيئا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم النساء أنه لو أحسن أحدكم أو الرجل إلى إحداكن، أي النساء الدهر، ثم رأت منه شيء لقالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا وهو يحسن لها الدهر، فكيف إذا كانت هي التي تحسن له الدهر؟ كيف؟ أنا بنفسي أسمع بعض النساء أحيانا يعني تتصل تشتكي من زوجها تقول أنا ما قصرت معه، عطيته وشريت له وسويت له يعني أنا واحد أخبرتني، يعني معنى هذا أن أخبرت الكل. فإيش يسوى عليك إذا كانت المرأة تقول عنك هذا الكلام، عطتك وانفقت وفعلت 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 لا وما يبين بعينه، إيش يسوى عليك؟ الأصل أن الرجل هو الذي ينفق، هكذا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا تفضيل من الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يوجب التفضيل أنه إيش قال وما أنفقوا من أموالهم. المرأة إذا ما عملت هذا أفضل، مع ذلك عندها أعمال كثيرة قد لا يسعفها الوقت لكثرة أعمالها في البيت. إذا اعتنت بتربية الأولاد وخدمة الزوج وتنظيف البيت وغسل الملابس وتدريس الأولاد والله ما يسعفها الوقت، لكن تخلت عن هذا كله فأصيبت بالأمراض. وأكثر رواتب النساء اليوم عبارة عن التزام بحاجات العمل من ملابس ومن هدايا ومن التزام يعني بعضهن مع بعض والإفطار الجماعي والغداء الجماعي، وكل أكثر راتب ثلثين ثلاثة أرباع ذهب إلى التزام العمل نفسه. إذا ماذا استفادت؟ لكن الله المستعان، والله نشتكي لله وحده ولا شريك له. اليوم اللي ما يدرس بناته ربما لا يخطبنا، ربما الشباب المستقيم شباب طلبة العلم أول ما يشترط قال أريدها موظفة، أريدها موظفة، هو يشترط هذا الشيء. وأنا مر علي بعض الأخوة يبحث عن زوجة لا تدرس ولا تعمل، يقول ما وجدت، لفيت كل البيوت ما وجدت، ما يوجد إلى هذا الحد. ماذا تقول؟ حتى الآباء اللي ما يرغبون في ذلك والله لا إنهم لا يجبرون اليوم على الإذن للبنات أن يدرسنا، الله المستعان. فعلى كل حال أنا أقول شيء واحد على الأقل، لا تنظر نظرة احتقار لمن وفقه الله ما لم يوفقك إليه. اللي ما زال ملتزم ومستقيم إنه ما يدرس بناته في الاختلاط، إنه ما يعمل نساء في الاختلاط، إن هذا قد وفقه الله لشيء أنت عاجز عنه. يعني بعض الناس بلغ فيه الأمر أنه يعيب على من وفقه الله وما زال مستقيما وقادر على نفسه وقادر على أهله، ربما قال عنه فيه وفيه. ليه؟ لأنه ما يأذن لبناته، لأن زوجته لا تعمل، لأنه يرون كأنه شاذ، كأنه هو المخطئ. غلط هذا. أنت ما تستطيع يا أخي لا تعيب على غيرك، هذا الله وفقه إلى ما لم توفق إليه، لكن نشتكي لله وحده لا شريك له، والله المستعان. طيب كمل. قال باب في بيان أحكام الإمامة. هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون، وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كثبان الرزق يوم القيامة، رجل أما قوما وهم به راضون، وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. لكن مع الأسف الشديد أيضا يعني من أدل ما يدل على فضل الإمامة أن الله عز وجل اختار ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي يؤم المصلين، فكون اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الإمامة دل على أنه أفضل من الأذان، لأن الفقهاء اختلفوا أيهما أفضل، الأذان يعني فضل الإمامة ولا فضل الأذان؟ الصحيح هو فضل الإمامة، لأن الله اختار ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، قال وليأمكم أقرأكم. فهذا دليل على أن الإمامة أهم، والله يقول في كتابه واجعلنا للمتقين إماما، هذا يعني يشمل إمامة الصلاة وإمامة الدين والعلم، أن يكون إنسان قدوة ويقتدى به. فيفترض بالإمام أن يحافظ على هذه الوظيفة العظيمة إن وفق الله عليها. ونحن في هذه البلاد نحمد الله، يعني بعد ما مر زمن أنا أدركته يا أخوان، لا تكاد تجد شابا كويتيا يؤم المصلين في المساجد، قليل جدا. تجد الكويت عن بكرة أبيه يمكن ما فيها أذكر في زمن إلا واحد كويتي شاب اجتمع عند الشباب في الكويت كلهم يصلون عنده، اسمه هشام العصفور رحمه الله تعالى. ما تجد طلبة حافظين كتاب الله عز وجل. اليوم ما شاء الله، اللهم بارك. وذاك إذا ذهبت إلى خارج الكويت في الخليج أقارن مع الكويت نجد ما شاء الله الكويت أحسن بكثير، ربما بعض المساجد فيها إمامان كويتيان، وهذا شيء طيب. في بعض المساجد في بعض دول الخليج أبد، يا هندي يا موريتاني يا مغربي، قل ما تجد من أهل البلد، وهذا خطأ، هذا خطأ. المساجد مهمة جدا أن يمسك أهل البلد ويصنعون بها شيئا عظيما من توجيه الناس، من تذكيرهم، من وعظهم، من تثقيفهم، من تعليمهم. يجمع المسجد يعني أهل المنطقة ويتآلفون ويتعارفون ويعودون المريض ويتبعون الجناز، شيء عظيم المسجد، ما ينبغي أن يهمل أبدا ولا ينبغي أن يزهد فيه. لأن بعض الناس يزهد يقول لك أخي ارتباط، طيب ارتباط على طاعة الله، وإيش أحسن من أنك ترتبط على طاعة الله؟ أخير ما خلقت إلا لطاعة الله، فإذا ارتبطت على طاعة الله هذا شيء عظيم. بعض الناس ينظر في المادة، ينظر في الراتب، ما ينظر أن هذا الأمر يعني قد سخر الله لك في هذه البلاد شيئا عظيما، كون الإمامة وظيفة رسمية فيها راتب وفيها علاوات وفيها. ترى كثير بعض الناس مساكين في دول يدرسون الجامعة الإسلامية وغير، يتخرج يرجع إلى بلادي ما في لا وزارة أوقاف ولا مساجد ولا وظيفة اسمها أصلا شرعية، يرجع يعود إما إلى الفلاحة كما كان ولا الصناعة، ولا ربما بعضهم يذهب إلى الشعوذة. هو متخرج من الجامعة الإسلامية ما يجد، ما تنفعه شهادته، ما يستفيد منها شيئا، كما هو حال خريجين الجامعات من أوروبا ومن أفريقيا، بعض الدول أصلا اللي يعني حكومتها نصرانية أو وثنية. فنحن يعني في هذه البلاد كون عندنا مساجد وظيفة ورسمية، ينبغي أن نحرص على هذه الوظيفة العظيمة. هذا أمر مهم جدا يا إخواننا، لا أقول بعض أو كثير أو ما عملت لهم إحصائية، يكون إماما ويهمل مسجده، هذه بعد مشكلة كبيرة. إمام ومن أكثر المصلين تخلفا عن مسجده هذا الإمام، إما نائم وإما في رحلة وإما في شغل. طيب لماذا تكون إمام إذا أنت مشغول؟ لماذا أنت يا أخي يفترض بك أن تكون أسوة للمصلين، أكثرهم التزاما في الصلاة، أكثرهم محافظة عليها، أنت المفروض تأمرهم وتذكرهم، تمسك إمامة تأخذ راتب ولا مكافأة وربما بالشهر تصلي مرات معدودة، إيش هذا؟ أصلا ما يحل لك هذا، حرام. فهذه أيضا مشكلة. وكذلك بعض الناس يمسك الأذان ويتراكض الأذان حتى يسجل أنه مؤذن، وبعضهم يبحث عن مسجد ما في جماعة ثابتة، يعني على قارعة الطريق ولا بالسوق ناس تتبدل، ناس أساس ما حد يتكلم عليه عشان يعني يأتي متى ما يأتي، هذا غلط، غلط كبير. فيجب على المسلم إذا كان إماما أو مؤذنا أن يحافظ على المسجد، أن يحافظ على المسجد وأن يلتزم فيه وأن يستقيم وأن يكون أسوة لغيره. نعم. قال لكن مع الأسف الشديد نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم، من طلبتي كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن اهتمامها ويزهدون فيها ويتخلون عن القيام بها إيثارا للكسل وقلة رغبة في الخير، وما هذا إلا تقدير من الشيطان. فالذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله، فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. وكلما توافرت مؤهلات الإمامة في شخص كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره. فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى
بمناسبة يا أخوان المحافظة على الصلاة، شيخنا عثيمين رحمة الله عليه، أنا جلست عنده سنوات، في بعض الأخوة جلس أكثر مني، فأحدهم يقول جاورت الشيخ 8 سنوات، ما أعلم خلال 8 سنوات أن الشيخ فاتته تكبيرة الإحرام قط في مسجده، ولا مرة يقول، ولا مرة 8 سنوات. هذا الإمام صح، فرحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نعم. الأولى بإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن لأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنقع، ويكون مع ذلك يعرف حق صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم لكتاب الله الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو المفترض، أن يكون القارئ فقيها، أن يكون القارئ فقيها، ليس مجرد أن يقرأ ويحسن صوته ويجيد أحكام التجويد وهو جاهل في أحكام الصلاة، ما يعرف سجود السهو، ما يعرف الاطمئنان، ما يعرف ما يبطلها وما لا يبطلها، ما يعرف كيف يتصرف فيما لو أحدث أثناء الصلاة. فبعض الناس قد يجيد القراءة لكن لا فقه له في الصلاة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم، نقول نعم، القراء كانوا فقهاء، كان الصحابة إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. هذا هو الأصل، أن يكون الإنسان قارئ ويفقه ما يقرأ ويعمل، لا سيما الأحكام المتعلقة بالصلاة نفسها، هذا مهم جدا. نعم. وما ورد المعنى من الأحاديث الصحيحة مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم الذي يعلم منك الصلاة، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المؤفقه، فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه أي الأكثر فقه، لجمعه بين ميزتين القراءة والفقه، بقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقههم في دين الله. السنة هنا ليس المراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد كما قال أن يكون فقيها في الدين، يعني السنة الأحكام الشرعية، ما جاء في القرآن وفي الأحاديث. نعم. ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة، لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور. فإذا استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سنا، بقوله صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم، متفق عليه، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. نعم. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح، وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن. انتهى كلامه. وهناك اعتبارات قدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه، وهي أولا إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. نعم، إلا بإذن، إذا أذن أن يصلي غيره فهذا لا بأس. نعم. ثانيا صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة
لم يجوز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه. يعني هذا فيما لو صلوا جماعة في البيت إما لسبب أو نافلة فصلوا في البيت فصاحب البيت هو أولى. صاحب البيت أو صاحب السلطان، يعني فرض صلوا مثلا في مزرعة صاحب المزرعة هو أولى. نعم. ثالثا السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمام. نعم. والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في بيته ولا سلطانه إلا بإذنه. وفي صحيح مسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه إلا بإذنه. وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. قال القطبي معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة، وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديم أهل المسجد فهو الأحق لأنها ولاية خاصة ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام، لأن الإمام في الصلاة قدوة والإمامة مرتبة شريفة فهي سبق إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة وبها تعمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حول ولا قوة إلا بالله. طيب هنا أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول أنه الواجب عدم إهانة الإمام، يعني الإمام كونه تقدم هو يصلي فيكم، ما تكبر حتى يكبر، وما تركع حتى يركع، وما تعتدل حتى يعتدل، وما تسجد حتى يسجد، يقودكم في عبادة الله عز وجل في أعظم عبادة وهي الصلاة، فلا يجوز إهانته ولا التقدم عليه ولا عيبه كما يحصل اليوم. كثير من الناس ربما يضحك عليه وربما يتندر عليه وربما يهينه وربما يأمره، هذا ما يجوز. يعني في إهانته والتقدم عليه في إساءة شرع الله عز وجل، هذا ما يجوز. انتبه المسلم لهذا الأمر. الأمر الثاني نبه عليه أن الإمام يجب عليه أيضا أن يفرض شخصيته واحترامه على الآخرين. يعني أيضا وجد بعض الأئمة هو يهين نفسه، مثلا إذا كان الأمر فيه مثلا مطر، المطر هذا يعني هل يستوجب جمع ولا يستوجب؟ يكون هو ضعيف شخصية يتردد، ثم يشاور المصلين ايش رايكم نجمع ولا ما نجمع، يعمل بلبلة في المسجد. وربما بعض الناس إذا قال اجمع قال ها ارتبك جمع أو لا تجمع ما جمع. ما ينبغي الإمام أن يكون يعني أن يكون ذا شخصية ضعيفة مهتزة أمام المصلين، ما يصلح هذا. لازم هو يربي نفسه ويربي المصلين على أن الاحترام متبادل. ما أقول أنه يتسلط عليهم أو لا يعتبرهم شيئا، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أن يعني يصلي لهم، إذا صلى لهم أن يعتبر ماذا الأضعف فيهم. لأن إيش قال؟ إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة. فاعتبار المصلين أمر مهم جدا، لكن إذا كان الأمر للإمام أو للمأمومين نجمع ولا نجمع نفعل ولا نفعل
فالمفروض الكلمة الأخيرة تكون لمن؟ للإمام. يعني هو إمام معناه متبع، ليس فقط إمام يكبر فيكبر خلفه، لا، كلمته التي يعني تثبت، هو كلمته التي تقدم. فأنا أقول أن بعض الناس يتجرع على الإمام، وبعض الأئمة هو يجعل من نفسه شخصية ضعيفة، يخاف من فلان ويخاف من فلان. غلط هذا. لماذا تخاف؟ لا تعمل خطأ ولا تخاف، المفروض هكذا. نعم. قال: باب في من لا تصح إمامته في الصلاة. إن الإمامة في الصلاة مسؤولية كبرى، وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها، كذلك يجب أن يكون الإمام سليما في صفات تمنعه من تسنن هذا المنصب أو تنقص أهليته له، فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة. والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. والفسق نوعان: فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق، لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره، ففي توليته مفاسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤمن أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطانه يخاف سيفه وسوطه. رواه ابن ماجه. والشاهد منه قوله: ولا يؤم فاجر مؤمنا. والفجور هو العدول عن الحق. فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها، ولا يجوز تقديمه مع القدوة على ذلك. معه على المسؤولين تنصيب الفاسق. ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك. نعم. فيحرم على المسؤولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات، لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح، فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة. بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق، وما كان كذلك وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه. اختلف العلماء في يعني حكم الصلاة خلف الفاسق، لكن الصحيح أنها تصح. لكن هو الكلام على الأولوية، الأولى أن لا يقدم ولا يتقدم الفاسق على غيره في الصلاة. لكن لو صلى فاسق عنده فسق ظاهر لكن ليس بكافر، الصلاة صحيحة. نعم. ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. إلا بمثله، يعني إلا أن يصلي بعاجز مثله. نعم. أي مساويه في العجز عن ركن أو شرط. وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد، وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله، فتجوز الصلاة خلفه ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكر، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وفي حديث أبي هريرة: فصلوا جلوسا أجمعون، متفق عليه. ونحوه عن أنس عند مسلم، وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه. ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحال صحت صلاتهم على الصحيح،
وإن استخلف الإمام في تلك الحال لم يصلي إن قائما فهو أحسن خروجا من الخلاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف فقد فعل الأمرين بيانا للجواز والله أعلم. نعم. ولا تصح إمامة من حدثه دائم كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر إلا بمن هو مثله في هذه الآفة. أما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل، لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة، وإنما صحت صلاته للضرورة وبمثله لتساوي بما في خروج لخارج مستمر. نعم. وإن صلي خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة صحت صلاة المأموم دون الإمام بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت في القوم صلاته. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم قد صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بإعادة. وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاته. من باب أولى إذا كان يعلم يعني أن الإمام على حدث أو به نجاسة قبل الصلاة، إذا كان أثناء الصلاة علم بطلت صلاته. إذا كان يعلم قبل الصلاة قبل أن يكبر أن هذا الإمام لم يتوضأ فلا يجوز أن يصلي خلفه، ولو صلى بطلت صلاته. نعم. ولا تصح إمامة الأمي، والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكنه لا يحسن قراءتها، كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء ككسر كاف إياك فيقرأها كيف إياك ما يجوز. نعم. وضم تاء أنعمت يقرأها أنعمت غلط. نعم. وفتح همزة اهدنا أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفظ، كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء ونحو ذلك، فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله للتساوي بما إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه. فإن قدر الأمي على الإصلاح فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ويكرم أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق، بأن تكون كراهتهم لها مسوغا من نقص في دينه لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه. لا يجوز للإمام أن يؤم قومهم له كارهون، لكن في هذا تفصيل ذكر الشيخ الآن أمر مهم، وهو أن يكون بحق، يعني قد يكون كاره لكن لغير حق، يعني افرض مثلا لأنه على سنة وما يحبون السني، هم فيهم تصوف ولا فيهم حراف، فلأنه سني مستقيم في على السنة يكرهون أن يصلي بهم، هذا ليس بحق، أو لأنهم بينهم خصومة لا ليست دينية، هذا أمر مهم أيضا. كذلك إذا كان بعضهم يكره أن يصلي فيها الإمام، ليس بالضرورة أن يجمع الكل، ها يمكن ما في مسجد
ربما إلا تجد واحد أو اثنين يكرهون أن يصلي في مع الإمام، هل يجوز أن يصلي أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن لا يمكن عادة خاصة إذا كثرت الجماعة أن تجد الكل راضي عن هذا الإمام، فلا يقال حينئذ لابد أن يجمع المصلون على عدم كراهة هذا الإمام أن يصلي فيهم حتى تصح الصلاة، لا، العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، وإذا كرهوا يكرهون لحق، يكرهون بحق، كان يكون فيه فسق ظاهر أو سوء خلق أو مثلا فساد في الاعتقاد ونحو ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل يعتبد محررا. وقال أيضا: إذا كان بينهم معادات من جنس معادات أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. انتهى كلامه. أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك لم تكره الإمامة في حقه، وإنما العتب على من كره. سبحانه. وعلى كل فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين، والتعاون على البر والتقوى، وترك التشاكل والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية. فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترمون. وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي تخل بالدين والمروءة، والإنسان معرض للنقص. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معاييره. هذا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. طيب، نكتب على القدر إن شاء الله الأسبوع القادم ما نتأخر عليكم. نعم، تفضل. نعم، يعني الذي فر من مواليه، العبد الآبق الذي فر من مواليه، هذا ما تصح صلاته حتى يرجع إلى مواليه. نعم. حسب الاتفاق من غير مشقة عليهم، يعني إذا شق عليهم مشقة ظاهرة ما يجوز، إذا كان في نزاع يمكن الأمر إلى المرجع، الوزارة هي اللي تحدد إذا كان في نزاع. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.